هلا، السلام عليكم ورحمة حياك الله. الله شلونك يا ابو وبركاته. الله طمانك؟ يبشرك، الله بالسلام. يطمنك، الله يعزك سؤالي ويبارك معك. فيك. كيف حالك يا ابو عبد الله؟ الله اخباركم يعطيك من طيبة؟ الشر. اخونا ابو عمر باسم ثنبان من السعودية. وين من السعودية؟ انا من مكة المكرمة مكة بالتحديد. المكرمة. نعم شلون نعم الحرم الحين مسكر؟ اي والله الحمد لله، لكن في دخول، ولكن بشكل مقنن، يعني حتى الصلوات على تباعد وكذا. الحمد لله، ان شاء الله 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 يرفع يخليك، ان ظنا شاء الله اجمعين على خير ونرجع مثل السابق وافضل باذن الله. باذن باذن الله. الله باذن طيب الله. عرفنا بنفسك ابو عمر. طيب، انا اخوكم الصغير باسم فلمبان، باسم عدنان صغير فلمبان، عمرا كبير مقاما يا ابو من عمر. مكان. الله يعزك ويبارك فيك يا ابو عبد الله. طبعا صغير في العمر كمان. صغير في الهوايه. انا بما انك، يعني انا ماني معد اي شيء يا ابو عبد الله في هذا اللقاء، بما انك قلت لي لقاء تعارف، فما عديت شيء حقيقه، ولكن ان شاء الله في المستقبل حيكون عندنا لقاءات مقننه عشان اقدم لكم اللي عندي الان. خليني استرسل. انا والله ما ادري يا ابو عبد الله، استرسل يا ابو عمر، الامور خليني طيبه ان استرسل. شاء الله. متى ان شاء بلشت في الله الهوايه؟ 3 سنوات. قبل 3 سنوات. نعم 3 سنوات. والله انت طيب، 3 سنوات والمرحله اللي وصلت لها ترى انجاز كبير. الله يعزك عندنا ويبارك ناس فيك. شباب من طاقم العمل بالحساب 30 سنه واكثر. ما شاء الله. نعم، هذه النقطة اللي بغيت أبدأ بيها، إني أقول لكم إنه أنا دخيل عليكم في الهواية، وماني من ال يعني ماني من الهواة اللي أصلاً أنا أسميهم الريش، الببغاوات الآن أسميهم الريش، ماني من الهواة اللي أصلاً مترعرعين بين الببغاوات أو الحيوانات وكذا، ولكن اللي دخلني يا أبو عبد الله في الهواية هذه كان سلوك معين بالصدفة شفته على قناة في اليوتيوب، وأنا قاعد أتصفح، يعني لو أقلب القناة كذا، هذه أبو عبد الله هذه نقطة الانطلاق من هذه الحركة، وأنا لا بتصفح بشكل عشوائي جدا، يعني وما كان في بالي أي شيء جدا، خشيت وقاعد اتصفح، وفجأة لقيت هذه القناة لوحدة أجنبية اسمها فلوك توك. معلش خلي سكيب. وسوت قدامي هذه الحركة. هذه أنا نقطة البداية. هذه نقطة، هذه الشرارة اللي بدأت بيها من 3 سنوات. أوكي. انت تطالع وتسمع الصوت، شنو فيك؟ شنو صاير؟ انا شفت زي كذا، قلت كيف يعني، انا اعرف معنى هاي فايف. هاي فايف يعني هاي فايف، اجتماعات هاي فايف. هذه البنت كيف سوت هاي فايف مع هذا المخلوق العجيب؟ يعني كذا، هذه كانت اول شرارة. فجاني فضول جدا جدا عميق اني ابغى اسوي نفس الحركة اللي سوتها البنت هذه. من هنا بدأت الرحلة في اني ابحث في المقالات العربية أول شيء، طبعا بحكم أني يعني أتصفح، وبما أني ماني يعني أنا دخيل في الهواية، فما لي علاقات، ما أعرف أحد، ما أعرف شيء اسمه حسابات، ما عندي سناب، ما عندي انستغرام. أنت تعرف أنا متى تعرفت عليك يا أبو عبد الله. يعني وعمر انت كنت مربي سابقا للطيور ولا النهايه؟ حتى طيور ما كنت تربي. أبدا 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 أبدا. يعني انت بلشت الطيور بسبب الحركه. ايوه بالضبط. ابدا ما حلو. اعرف شيء اسمه ريش، ما اعرف شيء اسمه طيور، ما اعرف شيء. يعني الوالده الله يعطيه العافيه ويحفظ لنا ويحفظ لكم جميعا ان شاء الله، مربي، ولكن ما هو بالطريقه هذه. يعني كان عنده شويه، تعرف الشياب عندنا في مكه كانوا يربوا غنم شويه وحمير الله يكرمك شويه وكذا، فبس ما وصلت لانه ببغاوات وحاجات زي كذا. فابدا لا لا ابدا ما كان عندي اي سابق انه معرفه انه في ببغاوات. فلما بدات ابحث عن المعلومه، بدات ابحث في جوجل، تدري ببغاوات يعني، فكانت تطلع لي اكثر شيء. طبعا بما انه احنا في العصر الحديث 3 سنوات مو بعيد، قريب، فالواحد يحب يشوف الشيء المرئي،
أكثر من القراءة، أكثر من الإطلاع، أكثر من كذا من الأشياء. فكان دائما الصفحة توديني على اليوتيوب. للأمانة يا أبو عبد الله، المحتوى العربي كان يعني ما أقول لك ضعيف، ولكن العطاء فيه شوية قليل، أو حتى إذا في عطاء يعني كان أنا كنت شغوف إني أوصل للسلوك، ما أعرف أكل، ما أعرف إنتاج، ما أبغى أعرف ولا أي شيء، أنا أبغى أسوي هاي فايف. فهذه انا لو كانت منك اسمي حسابي هاي فايف مليون حكايه. طيب الحمد لله. حاولت أبحث، لقيت إنه أغلب الناس اللي تتكلم في السلوك، يعني عديت على مراحل كثير من الترويض، اللي يقص اللي يربط اللي مش عارف، في طرق كثيرة يعني من غير حتى ما بأذكر شيء، عشان طبعا هذا ما أدري كيف، لكن المحتوى العربي كان شوية ضعيف. حتى الناس في، لقيت من يسوي مثلا حركة المسدس في الطير، هذه برضو من الأشياء اللي أثارت جنوني يعني. تعالي كل لينا. الله يخليها يحفظها يا رب. اللهم امين. هذه المحروسه ليونا ما اقدر عليها، خلاص جلست جلست. فالشاهد بس ما في احد يعني قدرت اخذ منه المعلومه بالتفصيل. فقلت انا خريج لغه انجليزيه، بكالوريوس لغه انجليزيه، تبارك فقلت الله. خليني استخدم يعني اللغه الانجليزيه، بحثت باللغه الانجليزيه. شوف يا ابو عبد الله، شوف انت كمية المعلومات اللي قاعدة تطرحها البنت بالتفصيل، ويعني كيف على المتلقي انه يكون سهل انه يسوي اي شيء. طبعا الحمد لله ولله الحمد يا ابو عبد الله، انا تمكنت اني اطبق الحركة هذه، ومن سنة تقريبا مش من هذه السنة. واحتفلت. وكل حاجة طبعا بوريك البلاي ليست اللي هنا موجود. انا عشان كذا كان موضوعي عن مكتبة المربين، شوف البلاي ليست، شوف الاعداد، شوف الاعدادات اللي موجودة. معلش احنا خرجنا من الصفحة بالغلط، انا ما ابغاكي، انت مين؟ خليها ترجع مرة ثانية. الشاهد انه في مرجع فعلا يقدر اي احد بسيط يخش يبدأ من الصفر زي حالتي، غير الشريحة اللي هي أنتم فيها ما شاء الله تبارك الله، من أنامل، إيش اسمه، من أظافر الأنامل، ولا إيش يسموها هنا، من نعومة الأظافر، وأنتم ما شاء الله بين الهواية وكذا، وتعرفوا الناس وكذا. أنا لا غريب، فاستهوتني أنا كغريب، استهوتني، فأنا تأكدت إنه في غريب زيي حتستهويه هذه الهواية. فبعد ما نحت له تعلمت، الطريق، فتحت أي لهم الطريق. بالضبط، بعد ما تعلمت الحمد لله وصلت، بدأت بكونيور. الكونيور هذا كان اسمه لينو، جلس معي تقريبا سنة فقط، كنت يعني أصور وأحاول معاه وأجرب أخذ من المراجع الإنجليزية. اتطرقت لمرجع ثاني اسمه بارت وزر، معروف تقريبا مايكل سوزن. اطلعت كثير في المرجع هذا، واطلعت كثير في المرجع اللي شغال أمامنا هذاك، اللي واحد في لابتوب. ممكن تسكت شوية. فالحمد لله طبقت، بعد ما اطلعت وطبقت الحمد لله طلعت نتيجة حلوة. فحبيت انه اذا في واحد زي كذا حب يدخل الهواية هذه ما يتوه، حبيت اني اوصل المعلومة هذه، بما ان يعني الحمد لله انعم الله علي باللغة الانجليزية وقدرت اوصل للمعلومة. طب اذا ما عندك لغة انجليزية، طب احنا الساحة العربية ما شاء الله. بعد كذا طبعا في المسيرة بدأت اتعرف على الناس. بالصدفة أخويا جاب لي سناب أحد المربين عندنا محليا في السعودية. طبعا أنا عندي يومياتي في السناب غالبا، لأنه السناب غالبا منصة محلية في السعودية، أغلب شباب الهواة السعوديين كلهم أغلبهم في السناب، في يومياتي هناك. طيب فتعرفت راح على نحط هذا يا اخوان الشخص. السناب مال ابو عمر، راح نحطه بالاعلان اللي حطيناه اليوم، راح نذكر السناب اللي بيضيفه بالسناب ويستفيد منه بشكل يومي. طيب عمر تفضل. إيه، فمن هناك بديت أتعلم، تتسع الآفاق، تغذية، إنتاج، ناس تحب كذا، في عندنا عمالقة هنا، عندنا عمالقة هنا، عندنا طلعوا في، بديت أعرف ناس
شفت ناس بدأوا يطبق، أنا انبهرت زي ما انبهرت من هذا الهاي فايف، انبهرت بحركات أخرى من عند الناس المربين اللي عندنا، فقلت ما شاء الله تبارك الله، طلعوا عندنا في أباطرة ما شاء الله، في عندنا حاجة تنبسط كذا تشوف، أوه أنا أبغى أدخل الهواية هذه عشان شفت الآدمي هذا سوى الشيء هذا، الطيران الحر، الحركات، يعني شيء جميل، والناس اللي تخاطب الببغاوات موجودين. لكن برضو يبقى المرجع العربي شوي ضعيف في موضوع التعليم هذا، خصوصا بالتفصيل وبالديتيل وكذا. فبدأت أسوي القناة حقتي اللي قناة اسمها كابتن كليكر، يعني نوعا ما فيها اقتباسات من المراجع الأجنبية، ولكن في البدايات بعد كذا الحمد لله يعني مع الممارسة وكذا بدأت أتطور وسويت مراجع يعني في سبيل أن ينشر الهواية، لأنه كمان باليوتيوب؟ أنا ها زمان باليوتيوب أي باليوتيوب، نعم باليوتيوب اسمها يعني يكتب بالعربي كابتن كليكر ولا بالانجليزي يكتب؟ بالعربي، سواء بالعربي أو بالإنجليزي ماخذين كلها تطلع من اي بي سي، ها بكل شيء بالترتيب، شلون بالضبط تستخدم الكليكر الامور هذه. بالضبط. واحنا هنا ان شاء الله في اللقاءات اليومية ان شاء الله هنقدم الكورسات هذه على شكل 10 دقائق يوميا للناس، اللي طبعا اخر ربع ساعة ولا اخر 10 دقائق يبقوا عبد الله بس نبهني عشان اوريكم الاستوديو اللي حنشتغل عليه ان شاء الله، شبه يومي شبه يومي على الحركات، حنطبق الحركات مع بعض، نشوف حسب يعني حسب المطلوب، حسب اللي اكثر شيء يقولوه يعني هذا اللي ينقصنا. بس هذه بكل طيب اختصار هذه القناة اللي سويتها باليوتيوب عمرها كم؟ من متى بلشت فيها؟ متى بديت فيها؟ تقريبا الآن سنتين 30 فيها سنتين كم كثير من المحتويات ها؟ ايوه نعم. خليني نخش على قناتي كم خدعة فيها تقريبا؟ اوريك يا ابو عبد الله، الآن خليك معي، هذه القناة اسمها كابتن كليكر، شوفوا يا اخوان هذه كابتن كليكر. كابتن كليكر طبعا انا اباك اول ما تدخل القناة بس تشغل المقطع هذا عشان تاخذ بريف، كلها 30 ثانية عشان تشوفها، انشغلها 30 ثانية، نبذة عن اللي هذا عندك ابو عمر؟ اي نعم. طبعا انا ربيت السنغالي وربيت الكاسكو وربيت الكونيور، لكن دربت غالبا يمكن اغلب انواع الببغاوات دربتها، لكن اقتنيتها وربيتها لا، اللي اقتنيتها وربيتها الثلاثة هذه، السنغالي او اللي تدرب ابو عمر ويتدرب معاك يرجع عند صاحبه يطبق نفس الفكره ولا لا؟ ان شاء الله يكونوا في الشباب هنا، ما اعرف انا ما بتظهر عندي التعليقات، ماني شايف تعليقات الشباب، انا مسكرها عشان لا يعلق البث بعدين راح اوكي افتحها. اي نعم ان شاء الله. شوف هو مساله سبحان الله، الببغاء نفسيا في شيء يتقنه وفي شيء علاقه، انت بمجرد ما تكسب علاقته اي شيء اعطاني هو حيعطيك هو، لانه عارف الشيء هذا، مطبق الشيء هذا، ولكن عشان يعطيك هو انت لازم يكسب اول شيء علاقتك انت. يعني انا الان كيوي، كيوي ببغاء الخاص الان تناديني هذه كيوي ما حد يقدر يمسكها، لانه هي بس انا السنغالي طبعه كذا، صاحب واحد يعني، هذا one user only، وان يوزر اونلي، هذا السنغالي وان يوزر اونلي برضه. كمان لو في ببغاوات ثانيه ممكن ما في طرق كثير انه تخليها اجتماعيه، تطبق مع اي احد، في طرق بحر، السلوك بحر زي ما هو كل شيء بحر يعني. فخليني اكمل لك هنا ابو عبد الله، بعدين اذا في اسئله او اي شيء، اذا خشيت القناه دحين اللي يحب يراجع هناك، وانا افضل انه الجميع يراجع قبل ما نبدا الحلقات ان شاء الله اليوميه اللي هي 10 دقائق او شبه يوميه باذن الله. اول ما تخش لا تخش على الفيديوهات، خش على البلاي ليست او قوائم التشغيل بالعربي، هناك حتلقى المجلدات الفيديوهات مرتبه على حسب المواضيع. هذا اخر مجلد سويناه لقاءات المنتجين، مشغلين عليه في الانستغرام هنا، مثلا خلينا نشوف ضيوف تحت التدريب،
ضيوف تحت التدريب هذه كل الببغاوات اللي انا دربتها وايش كان عندها مشاكل. مثلا اذا شفت مثلا عندك عندك كان عندك فرخ، يعني في حالات كثيره. شوف انا خليني اشوف لك شيء، يعني دائما ببغاء يعني طيري اليف ما يسمح لي امسح عليه، هذه حاله دائما شائعه. طيري اليف يا ابو عمر بس ما يخليني امسح عليه، ما يعضني ما شيء بس ما يخليني امسح عليه. خش على الفيديو هذا وشوف ان شاء الله حتلقى الاجابه. دقيقتين و40 ثانيه فيها علاج هذه المشكله. بالضبط سلوكيا، طبعا القناه هذه ما حتلقى فيها الا السلوكيات، غير السلوكيات ما حتلقى فيها. حاليا شغالين على مكتبه باذن الله تخص المنتجين، اللي هي لقاءات المنتجين فيها اللي معلش انا والله ما ادري للامانه، ما حضرت معك من قبل الاسبوع اللي فات عشان كنت شغال في هذه اللقاءات في الانستغرام، ف ما اعرف كاني سمعت حبيبنا قيس في نهايه اللقاء تبعه يقول الدكتور علي حماد، وان شاء الله احنا هذا لقاء الدكتور علي حماد عن موضوع البيطره الخامس. اذا حاب مثلا تطلع عن موضوع بيطري، طبعا هذا المجلد جديد جدا حاليا الان صدر، لكن اللي ابغاك تركز معاه فيها الان عشان اللقاءات اليوميه اللي هي السلوك. شوف عندك شيء اسمه حقيبه، موضوع العض، ببغاء يعضني دائما يعضني يا ابو عمر، هو اليف بس يعضني، انا ما ادري ايش المشكله يعضني الببغاء. العض له اسباب، اذا عرفت السبب حتعرف المشكله. خش على القناه هذه واطلع. عندك هوايتي الجميله هنا، هذه للناس اللي تبي تحب الهوايه اكثر، خش المجلد هذا وتفرج حتحب الهوايه اكثر. ان شاء الله. سوينا مسابقة هنا، الكلام موضوع الكلام قليل حتلاحظه، وحقول لك السبب ليش قليل عندي عشان أنا ما أحب الطيور المتكلمة يعني العموم. حقيبة الهاوي الجديد هنا، إذا كان عندك طير فرخ من الصغير وأنت توك جديد لازم تخش هنا تشوف الهارنس، جلب الأشياء، الطلوع على اليد، الهاي فايف شرحناها بالعربي الحمد لله طبقناها بالعربي، هز الرأس، عن الكليكر. فهذه إن شاء الله. هذا عمر ابني سلم. السلام عليكم. سلام عمر، شلون؟ هلا عمر. اي هذا عمر بس ما يسمعك لاني انا شابك السماعه. الله يحفظه. اللهم امين. السلام عليكم. فهذا كله يعني هذا ملخص، ما اعرف انا ما اعرف اتكلم عن نفسي، انا احب اطبق على طول ان شاء الله. أبو عمر انت قلت لي انا صغير عمرا وصغيرا انجازا، لا والله ما صغير انجازا، انت انجزت مجلدات باللغه العربيه جايدنس، يعني طريق الناس تمشي عليه، والله ما اعتقد احد سواها من قبل انه سعى انه يسوي مجلدات في اللغه العربيه في اليوتيوب، انه يساعد الناس شلون تنفذ الامور هذه ولا احتفظ في المعلومه. يعني تبارك الله احنا نفخر في وجودك معانا في طاقم عمل هذا الحساب مع النخبه اللي احنا اخترناهم، اللي فعلا الواحد لما يجي يبحث عن المعلومه يواجه مشكلتين، اما يواجه مشكله مع شخص ما عنده المعلومه او شخص يبخل بالمعلومه، هذه مصيبه. يعني انتم تبارك الله عندكم المعلومه ولا تبخلون فيها، وان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. الله يبارك، الله يبارك فيك ابو عبد الله، الله يعزك ويبارك فيك. ما اعرف، ما عندي اي كلام اطرحه غير انه ان شاء الله حيكون عندنا لقاءات مستمره مع هذه الغرفه. خليني اشيل حنتعلم فيها مع بعض، بما انه احنا طبعا شغالين على برنامج اسمه خليك في البيت، كان في اليوتيوب. بما انه احنا جالسين في البيت فخلينا نعلم ببغاواتنا اشياء جديده. صحيح. لان حركه مثلا حركه هاي فايف كم تاخذ وقت مع الطير؟ حسب. مع الطير الغبي. مع الطير الغبي 13 يوم، هذا اغبى طير علمته.
طيب كطير على كم اخذ بيدك؟ 3 ايام. احنا قاعدين ما يفرق العمر صح؟ ما يفرق العمر، احنا الحمد لله طبعا مو بس الخدع، حتى الطيران الحر، ومو انا لوحدي، في شباب اخواني كثير في السعوديه ساعدوني انه نوصل لهذه المعلومات، وحتى استقي منه واكلمهم. الحمد لله احنا طيرنا طير عمره 4 سنوات ما كان يطير، طيرناه خارجي، فالحمد لله باسلوب باستراتيجيات وكذا، وكل هذا مشروح ومحطوط. اذا عندك مشكله ما ببغاك سلوكي انا، ان شاء الله باذن الله حتلقى الموضوع في القناه بإذن. هذه باذن الله، هذه الغرفه ان شاء الله اللي حنكون حنشتغل عليها. ليان جيبي لي، جيبي ناجي وليان وعمر ان شاء الله حيكونوا مشاركين معنا في اللقاءات، عشان في شيء مساعدين. نعم مساعدين. ناجي كيف حالك؟ سويتي كل شيء؟ سويتي ما في حد يقول شيء؟ سويتي يكي؟ لا 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 تجيني سويتي. ها يا عم كتبت الليكر. طبعا من الاشياء اللي خلتني يعني استفيد في اني اتكلم عن الهوايه واصور اكثر وامنتج اكثر وكذا اكثر، عيالي، انه اي احد يشوف المخلوق هذا يقول انا بشتري لولدي، انا بشتري لبنتي، انا بشتري لطفلي، انا بشتري كذا. الموضوع ما هو سهل، انت ما بتشتري سوني، انت ما بتشتري جوال، انت ما بتشتري لعبه، انت تاخذ روح. الروح هذه فيها زي ما فيك انت، فيها صحه وفيها عاطفه وفيها كل شيء. اذا ما فهمتها ما حتستمتع بالهواية أبدا. أنا عشان أستمتع بالهواية تكلفت كثير والله أبو عبد الله. تكلفت كثير يعني، الله يسامحني ماتوا على يدي فروخ بسبب أني ما أعرف، ضحكوا علي ناس كثير بسبب أني ما أعرف. ولكن في الأخير الحمد لله تمكنت، يعني مع الإصرار وكذا تمكنت. ما حد يتعلم بلاش يا أبو عمر. ايوه ما هتعلم بلاش الا ان شاء الله معانا، الا معانا هنا تساعد الناس ان يتعلمون في اسلم الطرق واسهلها باذن الله، هنا مع الجروب الطيب هذا. والله حقيقه انا يا ابو عبد الله شاكر لك هذه المبادره جدا جميله، انه يكون كذا في لقاءات متنوعه بين الناس، وخصوصا انه الهوايه هذه متشعبه، ما هي فقط مثلا غذاء، ما هي فقط انتاج، حتى ما هي فقط سلوك، والسلوك ما هو كذا. فان شاء الله حيكونوا مشاركين معنا عمر وليان، حنتعرف على الاشياء. انا ماني معد اي شيء يا ابو عبد الله، اي شيء ماني معده. ان شاء الله من بكره حنبدا اللقاءات اللي هي تدريبيه او حسب طلبات، ما ادري الحضور كيف حيكون. هذا اللي بغيت اقوله يا اخوان، تابعوا حساب اخونا ابو عمر كابتن كليكر، اي خدعه تبونها شوفوها بحسابه، اللي تعجبكم ادخلوا عليه بالخاص واكتبوا لنا نبي هذه الفقره شرح عملي في الحساب المزاد، على اساس الليله يطلع ويشرح لنا الخدعه اللي تحوز على رضاكم واعجابكم باذن الله. بالضبط. شوف هنا عمر ما شاء الله، ترى هو الان عمر يقول له لف. هو اللي علمه بنفسه، انا ما علمت ناجي، هو اللي علم ناجي. طبعا ما وصل عمر ما وصل للمرحله هذه كذا. اللي بياخذ طير لابنه لازم اول شيء انت تحب الطير، عشان عيالك يحب الطيور. اذا انت ما حبيت الطير، إذا أنت ما ثقفت نفسك إنك تتعامل مع الطير وتشرف على أطفالك، الطير هذا أنت ما اشتريته له، حيتلف، حتتلف العلاقة، كل هدفك اللي المنشود حيروح سدى يعني ما في. طيب أبو عمر، خل أنا بكون أناني قبل لا أفتح مجال حق الناس. أنا عندي ببغاء، أنا على فكرة ما أحب الببغاء لأن إزعاج وهذا، ومن كثر التجارة فيه صار عندي تشبع، ولكن يبدو واحد طلبوا واحد يبتلهم واحد بالبيت كوكاتو أليف ويطير ويلعب وتقلب فيه وتلعب فيه، لكن إذا أنا مو مزاجي إني أرجع القفص
او مو مزاجي انك تشيلني يعض. اوكي شو اسوي؟ اطق شو اسوي؟ اغلب تعرف اغلب العلاجات الشيء اللي قالها حبيبنا قيس. انا من جماعه ابو مهدي، حتى انا من جماعه قيس وابو مهدي، احنا من جماعه اللي نرتب الوجبات، رتب الوجبات للطيور. اذا رتبت الوجبات للطير سبحان الله يصير اختلاف في سلوكي، في سلوكه جذري جذري تماما، خصوصا اذا نوعت في التغذيه كمان. هذا شيء عجيب يعني. شوف عندك الفويل هذا، غالبا اغلب الناس اللي تجي تسالني اول شيء اسال عن الاكاله، قديش الاكاله، وريني صور لي الاكاله، يقول لي ربع الاكاله، اقول له صور لي، يجيب لي هي ربع الاكاله فعلا لين هنا. هذه خطا. تعرف مايكل سوزن هذا الحمروطي قديش يحط وجبه للطير، وجبتين يوميا وفي فترات تدريب بين الوجبتين هذه. الحين اوريك الكميه اللي يحطها لطير. ايش كان الطير؟ اظن مش متوسط الحجم، ما هو صغير، متوسط الحجم. 12 حبه كذا كاتب، 12 حبه بلت في الوجبه الواحده، بالاضافه ل 12 حبه ثانيه، 12 حبه في الصباح، 12 حبه في المساء، ما بينها تمارين فيها برضو سناكس، فيها مكافآت، فيها كذا. طبعا بعد الاطلاع يعني اغلب المراجع تقول انه الاحتياج اليومي للببغاء 10 الى 15% من وزنه. يعني وزنه كان مثلا 1000 جرام اللي هو 1 كيلو، فاذا 10% 100 جرام. 100 جرام لما تحطها هنا ترى ما تجيب ربع الهكاله. وان جابت ربع الهكاله هذه ال 100 جرام قسمها، بدل ما تكون دائما داخل الاكاله هو حياكل شويه والباقي حيلعبه. انت ما تلاحظ في الارض فيه اشياء كثيره مليانه اكل. هذا منك انت مو من الكوكاتو. فالببغاء سبحان الله لما يعرف انه هذا غذاؤه ما في غيره الا في الساعه البيولوجيه زي ما ذكرت، الا في الساعه الفلانيه هذيك حيحافظ على الاكل هذا ما حيرميه. وبالتالي كمان برضو حيكون مطيعك، لانه لما تبي ترجع القفص اذا الان حان وقت الوجبه مثلا، او الان في شيء يثير فضوله انه يرجع القفص. فيعني برضو تنظيم الوجبات يا ابو عبد الله هذا مفتاح لكل شيء. مفتاح بالضبط. يعني هي انا قلت بتكلم عن الكليكر. الكليكر هذا جهاز، بس استراتيجيه الكليكر هذه منظومه كامله. يعني جهاز الكليكر هذا اللي يطلع الصوت هذا، الصوت هذا ليش بالذات؟ هذا عوضا عنه اصلا احنا مثلا بنقول شاطر، اوكي، جود بوي، ايا كان. بس ميزه الصوت هذا انه بسيط، قريب للغه الببغاء، صفير، ايا كان، ما هو صوت مركب زي البشر. انا الان اكلمك بصوت مركب، هذا صوت بسيط، غير شاطر، غير جود بوي، قريب لذهن الببغاء قبلنا. ثاني شيء ما يصدر الا وقت التمرين، وقت ما يكون فيه بعد هذا مكافاه. فالبرمجه سبحان الله طيوري اذا طلعت هذا الشيء خلاص على طول الستاندات يروح. دحين قصه فعلا. انا عندي في المحل ابو عمر ساعات يكون في كميه طيور جديده وزعاج ما ينوصف الزعاج، سنكونيور وكواز كواز الكل صرخ والله بالكليكر اعطيها تك تك حاله صمت خمس ثواني شنو هالصوت الكل. ايوه شفت ميزه الصوت البسيط هذا، لكن ما يميز شاطر، يا ولد اهجد يا ولد اسكت. هي هذه النقطه هنا. وحتى الصوت هذا لو طلعته من فمك زي ابو مهدي، ما شاء الله تبارك الله محترف ابو مهدي في صوت الكليكر من الفم. انا توقعت في البدايه انه يستخدم جهاز، وصار يصور تقريبا سنه كامله وانا اتابعه وهو يصور واسمع صوت الكليكر. بعدين قال لي يا ابو عمر هذا من فمي، قلت يا ابو مهدي كيف؟ هاي راح يبيع حلقه. ايوه ما شاء الله عليه. فالكليكر زي ما قلنا استراتيجيه الكليكر هذه منظومه، منها هذا الجهاز اللي اسمه كليكر. طيب في شيء يا ابو عبد الله؟
حتى انت كتبته انه باسم في المبانا المعروف بكابتن كليكر. كابتن كليكر في الاصل انا مصطلح اطلقته على الببغاء لما دخلت الهوايه وبديت يعني بديت اشوف زي كذا، كانوا يقولوا هذا الببغاء كابتن كلام، هذا الببغاء كابتن هدد. فسألت أنا إيش يعني كابتن هدد وإيش يعني كابتن كلام، فقالوا لي إنه كابتن الكلام هذا عشان إنه ببغاء متمكن من الكلام، يتكلم كثير وما شاء الله عنده جمل وعنده آيات قرآنية وعنده نغمات وباكج وما باكج، مصطلحات جديدة علي جدا، أنا بعيد أنا ترى عنكم، بدأت مصطلحات تطلع، باكج أمازوني ما باكج أمازوني. وبعدين الكابتن هدد انه يطير في اي مكان يروح في اي مكان، فانا قلت خلاص انا اسوي طير كابتن كليكر. تدري فاهم عليك كليكر. ايوه بالضبط، ببغاء متمكن على الحوار يعني مع المربي بالكليكر، يعني تحاور انت تصير تحاور ببغاءك بهذا الكليكر، هذا كابتن كليكر. انا ما كابتن كليكر، انا بعمر. هو الحساب، الحساب صاحب الحساب كابتن كليكر. نعم. ما في شيء ابغى اقوله يا ابو عبد الله، اذا في اي شيء جو هيد، ما اعرف انا اتكلم. هو كان بس مجرد ان طبعا انت غني عن التعريف، ولكن نعرف الجمهور الكويتي للي ما يعرف ابو عمر صاحب الله اكونت يعزك. كابتن كليكر. فان شاء الله هذه بدايه، فيض من غيث باذن الله. فان شاء الله من بكره او متى ما صار عندك وقت، لو تبي يومي تبي يومي اي وقت عندك حصه تبي تقدمها للناس على خدعه معينه او تدريب معين، ان شاء الله ما انت مقصر معانا يا ابو عمر. والشباب تدخل على حساب ابو عمر اسمه كابتن كليكر باليوتيوب، في شرح كامل لجميع المشاكل لجميع عمليات التدريب راح تستفيدون منها. وبالاضافه حسابه بالانستغرام والسناب موجود، راح نحط الحساب الانستغرام وحساب السناب. اطلبوا منه شنو تبون يقدم لكم في هذا اليوم، وان شاء الله ما راح يقصر معانا ويشرح لنا الخطوه بخطوه عملي يوميا باذن الله. وراح نخلي الكومنتات مفتوحه على اساس اذا في اسئله يجاوب عليها باذن الله. شكرا يا ابو عمر، الله يعزك وفرصه طيبه. انا دقيقه قبل ما تفك تعليقاته وقبل ما تتيح اي شيء، انا بقول شيء في هذا الرجل الطيب الله يجزاه الف خير، ابى اسميه الفخم، الفخم ما ادري ايش اقول، الفخم حقيقه. ابو عبد الله انت رجل فخم للامانه، لا اعرفه الرجل هذا، لا اعرفه ولا يعرفني، انا ما تعرفت عليه الا عن طريق الصدفه البحته لما شفت في حسابه دعوه عامه للمربين، وانا من يعني من دافع انه اصلا خلاص انا عندي محتوى، فنفسي برضو كمان الناس كلها والهواة كلهم يعرفوا هذا المحتوى. خاطبت ابو عبد الله بكل صدر رحب، بكل تواضع وبكل يعني كلمات حقيقه شفت، ما ادري ايش اقول لكم، بس هذا الرجل فخم جدا. شكرا ابو عبد الله، الله يعطيك الف الف الف. الشكر موصول لك انت يا ابو عمر، وشكرا على حسن على قبول الاستضافه، وشكرا على قبول دعوتنا بوجودك معانا ان شاء الله بشكل دائم في فريق العمل. انت اللي مشكور يا ابو عمر وما قصرت. انا مثل ما قلت قله لما تجد احد اصحاب محتوى واصحاب جهد ومجهود تشكر عليه الامانه اللي سويته خلال فتره بسيطه. للأمانة الله يكثر من أمثالك ويعطيك العافية يا أبو عمر، مشكور مشكور ما قصرت. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا على الكلام الطيب، وإن شاء الله نكون على عند حسن ظنكم وأفضل بإذن الله أجمعين إن شاء الله. نعم نعم إن شاء الله بإذن الله. الله يعافيك حبيبي، الله يعافيك، مع السلامة.